فما كناش بغينا نوصلوا لهذا الشيء اللي وصلنا ليه اليوم الصراحه. ماشي سهل ان 3 سنين وانت كتخدم في هذا الحزب هذا، وكتدير جيبون خريطين وكتعبئ الناس، وفي الاخر كيمشي هذا الشيء كامل هباء منثورا. فانا غادي نهضر على 3 الاشخاص اللي هما السبب وراء الاستقاله ديالنا. غنبدا بوكيل اللائحه، غنبدا بالشخص اللي كثر عليه القيل والقال في القنيطره، وغنسالي بالمنسق الاقليمي. والساكنه ديال القنيطره يعرفوا واحد المساله، ان شخصيا ما عندي معاهم حتى شي مشكل، بالعكس انا كنحترمهم وكنقدرهم، ولكن تنظيميا انا مختلف معاهم. كيفاش؟ وكيل لائحه نهار جا، المهم سمعنا انه هو اللي غادي يكون وكيل لائحه. صراحه حضرنا واحد الاجتماع كمكتب محلي، عجبنا الحال، انا انسان نقي، انسان ما فيه حتى حاجه تقال صراحه لله. جلسنا معاه من بعد واحد 3 شهور عاد جلس معانا، تعرفنا عليه، تعرف علينا، قلنا بون غادي نخدموا كاملين. في الاول كي جالس الكاتب المحلي بدا يخدم بوحدو، المهم هادشي ماشي مشكل. من بعد قادينا هادشي، غنجي لواحد النقطه هي الماده 12 من القانون الاساسي. هاد الماده 12 من القانون الاساسي شنو كتقول؟ كتقول ان الكاتب المحلي من دور الاختصاصات ديالو انه يتداول في اللائحه المحليه. اذا يتداول مع من؟ راه باينه غيكون مع وكيل اللائحه، مع المنسق الاقليمي، لكن هادشي ما شفناهش، حيت انا فيما كنتصلوا كنقول لهم اشنو درتوا في لاليس كيتهربوا علينا، مره واخا غدا مره بعدو، حتى لواحد النهار وجلسنا واحد الجلسه ما نعتبرهاش رسميه، هي جلسه هكا مجموعين في قهوه، لدرجه ان سيد وكيل اللائحه قال لواحد العضو، قال له واش انت باغي ترشح؟ يعني السيد ما عارفش حتى الاعضاء اللي باغيين يكونوا في اللائحه اللي ما غاديش يكونوا. اكتشفنا انه كيصاوب اللائحه وقالها، ماشي اكتشفناها، راه قالها، قال لك انا قالوا لي من الفوق، شكون هذا الفوق انا ما عارفهمش، قال لك بانني انا اللي مسؤول على اللائحه. ما يمكنش هاد الناس اللي الفوق غادي يعطيوك هاد الاختصاصات وغيضربوا داك القانون الماده 12 على الحائط، ما يمكنش. وكيفاش انت غادي تكون عندك هذيك الصلاحيات كبيره وانت ما عارفش حتى المناضلين اللي عندك؟ انا دابا متاكد انه اعضاء من المكتب المحلي والله ما كيعرفهم حتى فوجههم، هذه انا متاكد منها. المهم ما غاديش نطول فيه بزاف، غادي نمشي للشخص اللي كثر عليه القيل والقال في قنيطره. جاء عندنا التحق بينا، مرحبا به، بالعكس رحبنا به، لانه كيمارس حقه الدستوري اللي كيخول لي انه يترشح، وما كيقولش منه يترشح غير مثلا راه في حزب ما خصوش الحق يترشح بحزب اخر، لا مرحبا به. جاء عندنا رحبنا به، من بعد كانت واحد الحركه تصحيحيه، يعني كان يلا التحق بينا شهر، كانت واحد الحركه تصحيحيه انهم كانوا ضده، ما بغاوش كاع يكون اصلا في هذا الحزب. حنا كمكتب محلي قمنا بالدور ديالنا اللي هو اننا طلعنا حنا 3 الكاتب المحلي وجوج اعضاء المكتب المحلي، طلعنا حتى للرباط الوقت اللي كان عند واحد الانزال عليه، ورضينا له الشرعيه لان المكتب المحلي هو اللي كيختار الناس. دخلنا كان السيد طالبي العالمي، وقلنا لدوك الناس اللي باغيين ينحيو هذاك الشخص، قلنا لهم انتم اصلا ما عندكمش حتى شي صفه، ورجعناه بطل. مزيان رجع بطل القنيطره، الخدمه اونصومبل ماشي مشكل، لانه هو كوميم عنده واحد التجربه، راه تبارك الله راه في السياسه، راه 40 سنه ربما في السياسه، ولكن في الاخر لقيناه بدا كيتحكم لينا في كل شيء، كيتحكم لنا في كل شيء، كيجي هو اللي كينظر، هو اللي كيدخل الناس في مواقع التواصل ديال الواتساب، اللي قال ليه انت مزيان يخليه، اللي ينتقدو كيحيدو. شويه لقينا راسنا كي قال سي الكاتب داكشي اللي قالوا ما غاديش نزيد انا فيه، لانه راه كافي، راه هضر وقال كل شيء. السيد ولا هو كل شيء في الحزب، حيدنا حنا، بعداك ما بقيناش كاع، ما عرفش حنا كنشوفوا راسنا اللي هما اعضاء مكتب محلي ما بقى عندهم حتى شي دور. راه ميسي، وسمحوا لي على هذا التشبيه، ميسي فاش غيلعب باريس سان جيرمان ما يعطيهوش كابيتان في العام الاول، راه ما يمكنش يعطيوها ليه. السيد جا بغى ياخذ كابيتان، بغى ياخذ كل شيء، هو ماشي مشكل، قلنا دوز هذا الشيء. ولكن باش توصل انك تهمش الكاتب المحلي وديروا اجتماعات بوحدكم وكتقصدوا هاد التهميش للكاتب المحلي لاعضاء المكتب، حنا درنا معهم واحد الحاجه، قلنا لهم الكاتب المحلي عنده شي التزامات، اياه كيكون راه واجب وطني وخصهم يستر هذا الواجب الوطني، راه مدرب ديال المنتخب النسوي للقاع الفوتسال. قلنا لهم انه فاش يكون كونسونطراسيون راه ما يمكنش يجي يحضر معاكم، دينا لهم النائب الاول والنائب الثاني والنائبه الثالثه، قلنا لهم هادو تواصلوا معاهم، ما كيتواصلوش معاهم كيهمشوهم. اش غنقول لكم، كاين بزاف ما يتقال في هذا الموضوع، ولكن ما غاديش، لان صراحه هادشي كيولي زاد غاضني بزاف، هو ان صراحه كنا على الاقل باش عرفوا ان هادشي مضبر اللي هو التهميش ديالنا، على الاقل ملي شفتوا البايه الاول استنكاري، على الاقل يتصل فيهم شي واحد، على الاقل يتصلوا اشنو واقع، هما
بالعكس عاجبهم داك الشيء وما عرفتش علاش. المهم ربما كاين شي حوايج اخرين. اذا ما غنطولش غنمشي للثالث هو الموسيقى الاقليمي. الموسيقى الاقليمي ما مارسش الاختصاصات ديالو ما مارسهمش لان انت كنعذرو لانه هو قال لك انا غير مكلف انا مرحله انتقاليه لاسباب صحيه وهذا. ولكن لا منين اختاريتي وبلاكس وافقتي انك تكون موسيقى اقليمي فكان خصك دير الخدمه اللي كيدير الموسيقى الاقليمي، بمعنى تجي تشوف المشكل اللي كاين، تجمع بين الموسيقى المحلي بين وكيل اللائحه بين هاد الناس هادو اللي جاوا لي ولاو جدد في الحزب وداوه ودير الدور ديالك. منين ما درتيش الدور ديالك اليوم هذا اليوم مازال ما كاين والو. اذا راك ماشي ما مرستيش المهام ديال الموسيقى الاقليمي. وعندي واحد الرساله للقنيطرين والقنيطريات، غادي نقول لهم حاجه. انا كاينين شي عناصر واشخاص اللي غايقول لك ربما كنتو كتقلبوا غير على التموقع، غادي نقول لهم لا. علاش؟ الكاتب المحلي راه كان مع العشره الاوائل، عبد الرب بيه كان مع العشره الاوائل، ولكن حنا لا، حنا عندنا تنسيقيه كبيره. راه ما يمكنش ندخلوا غير حنا جوج ونخليو واحد الناس. علاش؟ لان اللحظه اللي كيجي عندك واحد الشخص كيقول لك الله يرضي عليك راه بيناكم تدخلوا الانتخابات وتغيروا ما يمكن تغيروا، ما يمكنش باش نغير خصني نكون في موقع القرار، خصني نكون في موقع القرار. انا الى الدراري ديالي درتيهم في 20 الرتبه الفوق، راه هذوك الناس اللي قالوا لهم دوزوا راه غيحاسبوهم. وباش غيحاسبوهم؟ غيحاسبوهم بواحد الناس اخرين اللي نجحوا في حاله النجاح اللي كاينين في المجلس اللي ربما ما غاديش يمشوا في نفس التوجه ديالنا واخا معنا في نفس الحزب. وراه نظن بان الرساله ديالي واضحه. حقيقه مؤسف ما وقع لنا كمكتب محلي بجبل قنيطره من طرف لا وكيل لائحه ولا بعض الملتحقين الجدد بالحزب، علما انه احنا كمكتب محلي درنا واحد المجهود اللي هو مضاعف من داخل مدينه القنيطره لمده 3 سنوات في الوقت اللي والقنيطريين كلهم كيعرفوا هذا الشيء بانه الحزب كان شبه ميت. والدليل على ذلك ان الحزب راه ما عنده ولا مستشار جماعي بقنيطره، يعني باش انك تحيي من جديد راه كلفنا هذا الشيء واحد الوقت، كلفنا واحد مجهود كبير بزاف. لكن مع ذلك هذا الشيء ما تخلش بعين الاعتبار، وتعرضنا للتهميش، تعرضنا للاقصاء، وهذا الاقصاء اللي هو كان متعمد لانه بدات كدار واحد الاجتماعات وكدار واحد الكولسه وكيتم تغييب فيها الكاتب المحلي لاسباب حقيقه لحد الساعه احنا كنجرو حنا ما عارفينهاش. ولكن راه فعلا راه وكيل لائحه بما انه هو ملتحق جيد ربما لانه حنا كنضربوش فيه كشخص، ولكن راه فعلا هو راه كيجهل بعد ربما قوانين الحزب ومن بينها الماده 12 اللي كتعطي الكاتب المحلي ان عنده الحق باش انه يعطي الراي ديالو في الترشيحات. لكن كنتفاجئوا بانه وكيل لائحه راه تفرد بالقرار وما طبقش الماده 12 وقال بانني انا الوحيد اللي عندي الحق انني نعطي رايي في الترشيحات، وبالتالي همشنا وتعرضنا الاقصاء. وكنقول انا من هذا المنبر كنقول بانه حنا هذه الاستقاله ديالنا راه جات بالعكس جات من اجل مصلحه المدينه، لانه حنا ما يمكنش نكملوا في هاد اللعبه، ما يمكنش نبقاو رضاو بهذا التهميش وهذا الاقصاء. وكما شار الكاتب المحلي راه حنا معنا ناس اللي وضعوا فينا الثقه، ناس اللي فعلا راهم باغيين التغيير لهاد المدينه. فاحنا كنستنكروا يعني هاد الافعال هذه اللي كيقوم بها سواء وكيل لائحه اللي عاد التحق يعني جديد، وكذلك المنسق الاقليمي للحزب انه كيطالب. فكيف يعقل الشبيبه اللي كتشتغل يعني صباح مساء كيطالبهم انهم يديروا الترشيح النضالي؟ فما معنى الترشيح النضالي؟ هي انهم يكونوا في المراتب من 30 للفوق. فهاد الشيء هذا منافي تماما للحق، يعني ماشي شي كلام اللي هو معقول. وفي نفس الوقت غادي نهضر على المكتب المحلي. المكتب المحلي اللي تعرض للتهميش من طرف وكيل لائحة وكذلك من طرف المنسق الإقليمي. فسبقت وقلتها يعني من قبل في اللقاء التواصلي اللي كان دار هنا في مدينة القنيطرة بحضور سيد الوزير الطالبي العالمي، فما كاينش تواصل مع المكتب المحلي اللي هو في الحقيقة يعني له كامل الصلاحية أنه دائما يكون حاضر للاجتماعات. فاحنا كنسمعوا أنها دارت اجتماعات ودارت لقاءات غير من بعيد،
يعني ما كاينش تواصل بصفه نهائيه، ما كاينش اتصال سواء لا مع الكاتب المحلي ولا مع النواب ديالو، فكاين النائب الاول والنائب النائبه الثانيه، وكاين كذلك الاعضاء. بغيت نقول ان هاد الشهاده فهو يعني صراحه كيضر في الخاطر بزاف، وهذا هو السبب اللي خلانا اننا في هذا الوقت هذا بالذات يعني في اللحظات الاخيره ديال الانتخابات اننا نقدموا الاستقاله ديالنا، وان شاء الله غادي يكون عندنا تواجد مع حزب اللي غادي نذكروا الاسم ديالو قريبا ان شاء الله. تقريبا المكتب المحلي ككل يعني تمت الاستقاله ديالو، النص فيه التحق بحزب واحد اخر. الانسحاب الجماعي، انسحاب اللي بدا بالكاتب المحلي ومن خلاله جميع الاعضاء تاع المكتب المحلي. عندي فقط واحد الملتمس، وهو انني اهيب بساكنه القنيطره انهم يتقدموا يعني الانتخابات الاقتراعات المقبله باش يدلوا بالاصوات ديالهم، لان كفانا من تلك الثقافه تاعت يعني ديال الاحباط واللي كانت تنشر عبر قنوات راه كلشي تيعرفها، لكي يكون هناك عزوف سياسي او عزوف عن الانتخابات. فكفانا من هذه العمليه المقيته اللي كانت تقوم بها بعض الاحزاب حتى يسمح لها يعني احتلال المرتبه الاولى في مدينه القنيطره. وتتشوفوا النتيجه دابا، النتيجه راه يعني مشاكل جمع تشمل جميع القطاعات، جميع القطاعات يعني بدون استثناء. لا يمكن يعني ان نذكر قطاعا ويعني نقول بانه قطاع يعني عرف تطورا وتقدما، لا. هذا هو الملتمس، هذا هو هذه هي الرغبه اللي بغيت نوجهها لساكنه القنيطره. تنأكد ما جاء به الكاتب المحلي وايضا ما جاء به العضو استاذ توفيق الزيري. فبخصوص الاستقالة، الاستقالة إذا جات كما تسميه غياب أو لا منهجية الديمقراطية لم تحترم ولم تطبق من طرف وافدين جدد في تدبير وإدارة الاستحقاقات الجماعية اللي إحنا مقبلين عليها. فلم يتم يعني هذا التدبير لم يتم وفق أخلاقيات وأعراف وضوابط معمول بها. أيضا بجهة أخرى لم تخضع لمقتضيات المادة أو المادة 12 كما أشار لها الأستاذ أو القانون أو القانون الأساسي للحزب. إذا في الفترة الأخيرة في الاستحقاقات إحنا في مكتب المحلي عشنا تهميش، أيضا عشنا تحكم، أيضا عدم انضباط الأعضاء الوافدين الجدد تسميهم. هناك حديثي التحاق وكاين وافد من أحزاب أخرى انضباط لانضباط لقرارات المكتب المحلي. طبيعة الحال جاءت الاستقالة كرد فعل هذه السلوكات.